Never let go of me. طيب اليوم جايب لكم حلقة جديدة لمهنة نيوكاسل، العودة لهذه السلسلة بعد ما انقطعنا عنها فترة، بس بما انها سلسلة قصيرة فعادي يعني نسحب عليها شوي. ارجع شوف الحلقات اللي فاتت عشان تجي وتكمل معنا وتفهم الموضوع كله. في الحلقة اللي فاتت غيرنا التكتيك، مثل ما تلاحظون اعتمدت نيماركا كام، بس للأسف وش نقصنا؟ قصنا جناح يسار. فقلت لكم في الحلقة اللي فاتت دوروا لي على الجناح يسار، اعطوني اقتراحاتكم، جت اقتراحات كثيرة وحطيت برضو اغلب اللعيبه يعني اللي لقيتهم يعني من اقتراحاتكم. يا اخوان انا في بالي لاعب الصراحه، يعني وانا ادور واشوف كومنتاتكم لاحظت قليل اللي كتبوه، فيوم رحت بحثت عنه لقيته يتطور بالمهنه وزي كذا، فشكلي بجيبه بعد شوي بوريكم التفاصيل حقت الجناح اليسار. بس قبل لا نبدا تاكد انك مشترك بالقناه، واذا حاب تشتري كوينز متجري تحت لبيع الكوينز، وبرضو اذا عندك كوينز وتبغى احنا نشتريه منك في رابط تحت برضو خاص بشراء الكوينز، ان احنا نشتري منك الكوينز لو عندك كميه، فراح تلقى رابط المتجر اذا حاب تشتري، وبرضه راح تلقى الرابط اذا تبغى تبيع علينا برضه نفس الشيء. ففرصتك شحن، الحدث يوم الجمعه يا اخوان، حدث اسطوري. طيب يا اخوان خلونا نقول بسم الله ونبدا حلقه اليوم. اليوم وش مشروعنا؟ اليوم راح نحسم التاهل الى دور 16 باذن الله، بس بشرط ان نفوز على مارسيليا المباراه اللي بعد شوي. اذا فزنا فيها اقول لكم مبروك التاهل، عشان كذا لازم نفوز في المباراه من جد. وخلونا اوريكم الخيارات اللي لقيتها في مركز الجناح اليسار. فودن حطيته من الحلقه اللي فاتت، اوكي، بس انا فودن ما ادري ما احسه ينفع نيوكاسل، احنا لعبنا مرتدات احيانا نبغى لاعب سريع على الاطراف. فودن ممتاز بس انا اشوفه كوسط كويس، بس كجناح والله ماشي. اذا تبون الصدق اللي ابيهم او اللي مفكر فيهم مره، عندنا كومان اللي كنت حاطه من الحلقه الاولى، وعندنا ويلفرد زاها، وعندنا ذا تشكويزي ما ادري شو اسمه، وعندنا فران توريس. فبالنسبه لي يا اخوان اللاعب اللي اقول لكم لاحظتوا كثير ما كتبوه هذا، يا عيال ذا اسطوري اقسم بالله، صح القدم الضعيفه لك عليها، بس يا ابوي يقرا ام المهارات على اليمين ماكسيمال وعلى اليسار هو يقرا ام القوه، بس شكلي اذا وقعت معه راح يرجع ماكسيمال للمركز الاساسي، هذا اللي افكر اسويه. بس خلونا نشيك على ماكسيمال الان كم خطه التطوير بتقعد وزي كذا، مع انه هو كان مركزه هناك، اتمنى انه ما يطول في الخطه، يعني اللاعب اصلا هو يسار المفروض احوله على طول ترى. خلينا نشوف اسبوعين. طيب الام 58 اسبوع الام، طيب يلا تعال اسبوعين فيما يجي هذاك للتعاقد. شوف الذكاء، لو لاحظ مارسيليا عنده 7 نقاط، احنا عندنا 6 نقاط مثل ما تشوفون على اليمين، لازم نفوز في هذه المباراه باختصار، لازم انتصار، نرفع الصعوبه المطلق، اوكي. طبعا ضد مارسيليا في الحلقه اللي فاتت اتوقع اني فزت، واضح اني نسيت الحلقه اللي فاتت صح؟ والله نسيتها. اقول ابدا عبد الله ابدا، يلا بسم الله نبدا. اذا فزنا بنكون في دور ال 16 الاول مره من فوق 20 سنة، تخيلوا يا اخوان، هذه المباراة مرة مهمة. حلو حلو، اشتغلت تدريبات قفلها، لازم نفوز فيها من جد، والله لازم نفوز فيها، يعني الوضع ما يتحمل تعادل حتى، ما يتحمل، خلاص نفوز عشان نفتك من الانتر الغفيف. اوكي وشك زحلقت؟ تريبيير؟ تريبيير؟ ايه يا تريبيير، وشو؟ على طول حط لك فاول من العدم يا عمر يا بوب. اوكي شوف بسرعة بسرعة، مسدة مسدة، اسحاق اسحاق ترك في الحلقة اللي فاتت جايب العيد. اوكي يمدي، صعبة صعبة صعبة، في ارضنا في ارضنا. انا ملاحظ يا عيال نجم السلسلة ذي صاير نيمار. اوكي نيمار نيمار، ها يسحبني. طيب يا عمري يا نيمار يا عيال يسحبني ولا حسبها الحكم. تعال تعال تعال، زعلان ها زعلان زعلان، خف 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 خلطة خف خلطة. يا اخوان تقييمكم للهدف من 10؟ انا اعطيه 10، لازم لازم نفوز. اوكي يا عمري ماكسيمال، يا عمري يا ماكسيمال، ترى مارسيليا نفوز عليهم بنتصدر وامورنا تمام. كانتي اسحاق، عاد اسحاق هذه ما تضيع. اوكي تعال 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 اسحاق، تعال تعال، وين عصا نيجن وينها؟ يا عيال شلون بنروح دور 16 وذا مهاجمنا ذا اللي يضيع؟ شوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل معه، اعطوني خطه شيء اعطيه اياه، انا لازم لازم اشوف موضوع اسحاق بعد هذا الجيم، ممكن اعطيه خطه ولا اعطيه شيء، مو معقول الانهاء. اوكي السلام يا كانتي ايش فيك؟ اوكي يا عمري يا بوتمان، حلوه عمق، برونو، نيمار نيمار نيمار، اوه الفريق كله خراب، الفريق كله خراب الانهاء، هذا اللي خاوي اسحاق. معناته تلاحظون مارسيليا سهل يا عيال، معنا متصدر المجموعه، خطيره خطيره خطيره. ارجع كانتي ارجع كانتي، يس خطيره يا هو، وين الكوره؟ الكوره حلو حلو، اضغط اضغط، كمبيمبي يا عمري. اوكي والله يا عيال ترى نيوكاسل شاد، والله شاد، الحمد لله تعاقدات كلها كويسه ترى. يا ساتر يا ساتر،
يا عمري يا كيمبيمبي يا عيال، والله اني مبسوط اني وقعت مع كيمبيمبي. كانتي يرمش. اوكي اسحاق اسحاق اسحاق، ما ادري ايش فيه يا عيال. الحلقه الاولى كان ممتاز. نيمار نيمار اوكي، يلا يلا ما عليك. ماكسيمال يا الله. نيمار نيمار تكفى. يو والله نيمار يا عيال نجم السلسله. ارفع ارفع نيمو. بوتمان يا عمر الثاني يا عيال. دور 16 في حلقه اليوم ان شاء الله، ان شاء الله لازم نفوز عشان دور 16 يكون في حلقه اليوم. لا مباراه طيبه الصراحه. انا ارحب باي خصم في دور 16 اعلن التحدي. بما اني وصلت دور 16 راح اعدي هذا الدور. انا ما اقول اني بجيب البطوله يعني بس اني بعدي في الدور دور 16. طيب بنطلع سميث رو. بلا تدرون انه يلعب، ترى ابشركم ترى اللاعب هذا يلعب سميث رو. حسبي الله ونعم الوكيل. مدخل الميرون سوي زي كذا. اقسم بالله ما له وجود يا عيال سميث رو. فعلا لاعب بديل، انا موقع معك كبديل فعلا. لازم لازم يجي يا عيال. يا ساتر يا سامويل يا توريس روح. صراحه يا عيال جالسين ناكلهم اكل. اوكي نيمار ماكسيمان اسحاق. اي اسحاق اخيرا، هو هذا الحل عشان يسجل اسحاق قدام مرمى. مباراه سهله والله يا عيال. بعطيهم لين دقيقه 60. لو جت دقيقه 60 والنتيجه 3-0 ابطلع والله، بسوي محاكاه لباقي المباراه. والله سهله وش ذا. حلو خطيره خطيره خطيره. يو تكفى. لا روبرتسون يس روبرتسون. جت دقيقه 60 بس مرتده مرتده الميرون الميرون اسحاق. اوكي يا سلام على سرعة لعيبة مارسيليا في العودة، ما شاء الله تبارك الله. اوكي اسحاق متسلل. ايه متسلل يا اخوان، خلاص خلاص اسوي محاكاة خلاص ادخل النتيجة. 3-0 والله مباراة سهلة يا عيال، معنا متصدر المجموعة غريبة كذا سهلين. المهم ويلكم لدور 16 بالشامبيونز ليج يا اخوان. الخصم يلا يا رب انه سوبر، يلا يا رب انه سوبر. ايه شوف البثارة حلو. يلا يا رب انها قصيره. اتمنى بوب يا اخي احد اعمل دست المشروع على قولتهم. كم اصابته بالله؟ كم اصابته؟ 3 اسابيع. الحمد لله الحمد لله بيلحق على دور 16. كويس كويس. فرانكفورت ايزي ايزي محاكاه. كانت يرتفع حبه يا عيال يا عمري. اوه وات خير ان شاء الله. وصلت تقارير 79. لا يا اخي عاد مو بكذا مو بكذا، لين يبيع هذا الفريق هذا اللاعب، ولكن يمكننا التفاوض معه مباشره لدفع الشرط الجزائي. ليش ما انتم بايعينه؟ خلونا نقارن يا عيال. السرعة هو ولا زاها؟ أقول انتهى النقاش، لا تناقشني لا تناقشني خلاص. زاها 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 نعم زاها. يبون سميث. لا لا أقول سميث يقعد دكة. سميث خلاص سميث يقعد دكة. لك 29 و500 31 تم. عبد الله ليش زاها؟ أنا أثق فيه يا أخوان، أنا أثق في زاها. خلاص خلاص أدري في خيارات أفضل، أدري في خيارات أفضل. ممكن واحد يقول لي فينيسيوس، يقول لي مدري مين. انا اثق بزاها، وفي الملعب راح يوريكم اللعب انا وعدكم. بدي اتفق مع ذا يجي كبديل الصراحه، مره ممتاز لان الميرون ما في له هو الحاله. والله ما انا ما ابغى تجي اصابات، فلو نسوي اتصال للشراء لا تفويض تفويض. اصبر يعني لازم ادفع الشرط. معقوله لازم ادفع الشرط؟ طيب يلا ندفع الشرط. ما عليه ما عليه ندفع الشرط. تفويض نحط له خلاص نشوف اذا بيجي. اوكي مو بجاي كيفه. تشكويزي راح يروح. رسميا حنا في موسم الانتقالات وجانا زاها. خلاص مثل ما تشوفون اتاك فطلع. يا عمري يا عيال ثقوا ثقوا. زاها واسحاق ونيمار وماكسيمان. اسحاق طبعا عليه شوي ملاحظات بس هجوم ناري يا اخوان. صدقوني هذا الهجوم بيسوي شيء كبير بالشامبيونز ليج. سميث رو لك مكان في الدكه؟ والله ما اتوقع حتى الدكه تشيلك، فخليك هنا. يا سلام عليك. طيب الحين التفاوض مع تشكويزي اختفى الولد. انتم ملاحظين توقف التفاوض؟ اتوقع رفض رفض. يلا يلا بحاول معه مره ثانيه يا اخوان. اوكي بندفع بنحط تفاوض هذه المره. خلاص ابغى اوقع معه لو كبديل يعني، لان الاجنحه مره مهمين عندنا. تدوير راح توافق على تدوير؟ نعم شكرا لك. الحين صار عندي خيارات كثيره في الهجوم. والله لعيون دوري الابطال ترى. زالت مكافاه يلا. اوكي وافق. يا عمري يا عمري تشكويزي ويلكم. شوف شوف البدلاء الحين. اي الحين الواحد ينبسط اذا عنده فل اجنحه. ولا اول كنت محدود وشو على اسم الثرو ولا على هذا، بس هذول الاثنين الموجودين. حتى مورفي ما اخذ فرصته. بس نقولوا كانتي ارتفع الريت حقك زحف. والله كانتي زاحف. طيب وقت نشوف منو خصمنا في دور 16 بالشامبيونز ليج. ويلا يا رب فريق سوبر. ابغى فريق سوبر صدق، انا جالس اقولها والله ابغى فريق سوبر. انا بالشامبيونز ابغى فريق كذا مدمر، ابغى باري فريق قوي. اوكي نابولي يا
فعلا حلوة المباراة نابولي ونيوكاسل، بس كان ودي فريق أقوى، كان ودي بالسيتي مثلا. بعد يومين مباراة نابولي خلاص، بس أبغى شيك هل هي خارج ولا في خارج ولا في الأرض؟ في الأرض يعني أول مرة في أرضنا يا عيال، لازم نتيجة إيجابية، تعادل فوز حتى لو 1-0. هذه المباراة طبعا راح نلعبها زي كذا، راح نلعبها بالدكة وراح نلعب لا بنخلي سميث وباللعب تشكويزي. اصبروا زي كذا، تعال العب انت، تستاهل انك تلعب، جاهزيتكم زفت، يلا العب العب تنشط انت وياه. ان شاء الله انتصار، يس انتصار، هاتريك هاتريك سمويل سمويل هاتريك يا اخوان. المباراة جاية اساسي، عبد الله تحمس. اي والله لا لا خلاص كنسل كسر مشروع. اول ظهور الزاهة اوكي ضد نابولي، يا ساتر يا نابولي، عاد نابولي اساطير صايرين يا عيال. بما ان اول مباراه في دور 16 فهمتوا، بعد مدري كم سنه بنلبس هذا الطقم، هم يلبسون ذا الطقم الاخضر والابيض. ايه الصعوبه، المفروض انا اعدلها من برا وخلاص مطلق. يلا بسم الله، الطقم الاخضر والابيض يلا يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم، ذهاب دور 16، ملعبنا بعد شوي بيكون فل، نبغى تدمير للخصم، نبغى تشجيع. عاد نابولي في الابطال اللي يجيب العيد، بس في الدوري صامد، اتكلم عن الموسم هذا يعني. فهذه نقطة ايجابية بالنسبة لنا، انه ممكن احنا عندنا اكثر جدية في هذه البطولة، ممكن. اسمعوا يا رجال، يقرا ام الهجوم السوبر يا شيخ، شوف الهجوم. عينكم على زاها، انا واثق فيه طبعا، انا واثق فيه 100% زاها. شوف زاها، شوف شوف زاها، شوف شوف، تعال اهجم علي، اهجم على زاها كانك رجال. بلاي ستيشن وقف يا عيال، بلاي ستيشن والله وقف، اقسم بالله وقف من نفسه. طيب الحمد لله قطعت. لا تتحمس عبد الله ضد تراك، ضد نابولي عاد يستغلون مساحات نابولي. كانتي كانتي برونو يا عيال، نابولي نابولي كفاره. اوه اوكي بسرعه، مرتده مرتده، اي مرتد. نيمار ايش فيك صرت ثقيل؟ هاو اوكي زاها، ويلفرد زاها، اسحاق تكفى يا عمري، جول. اسست مين؟ اسست زاها يا عيال، ثقوا 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 بزاها، ثقوا. مرتدات مرتدات، دافع بعدين مرتدات، خلاص اسهل طريقه تجيب فيها دوري ابطال اوروبا. اخيرا اسحاق سجل هدف والحارس موجود في المرمى على الاقل. اوكي اوه خطيره، كيمبم يا ساتر يا ساتر. سيميوني هذا شلون فاضي؟ الحمد لله انك انت الغلط، هذا شلون فاضي يا عيال. اوكي زاها يلا، شيف كنترولك يا استاذ اسحاق، ليش كذا؟ خطيره الكره خطيره الكره خطيره الكره، لا تفتح له مساحه يا هو. يا ساتر يا ساتر، نابولي الحمد لله، والله نابولي يلعب على العمق على طول، وحنا وشو مرتده. اوكي يا عمري روح، ماكسيمان ماكسيمان يا الله يا ماكسيمان يا سوء الانهاء، انت معقول؟ بعدين اصلا طولها. حلو خطيره، كفاره كفاره، كيمبمبي حلو، كيمبمبي جليتش، كيمبمبي جليتش، جيبوه 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 بالكارير تمريرتك. الحمد لله والله ترانا مدافعين كويس، ترى والله مدافعين كويس يا عمري. يا بوتمان السلك اجده فيفا فاول، والله نابولي مو بذاك الزود صراحه، او حنا اقوياء يا عمري. يا زاها يا عمري يا زاها، اوكي لا والله يا عيال حلوه، بس حلوه 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 حلوه، ما عليه ما يكمل كمل كمل، ما عليه ما عليه يا عيال. شفتوا شفتوا تاثير زاها؟ وين سميث ثرو؟ ما يسوي ولا شيء على الطرف. انقلوا ماكسي اوكي، نيمار قال لكم كل شيء خارب عند اسحاق، ما صدقتوني. طيب نهايه الشوط الاول ادائنا الصراحه ادينا اللي علينا المطلوب، بس لا 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 بوتمان بوتمان سهل، تريبيير كفاره. اوه يخرب بيته يا عرش رجله ذا، كيمبمبي كيمبمبي وبس، الحمد لله اني وقعت معه من جد. اوكي ماكسيمان ماكسيمان، نيمار لمسه يا نيمار لمسه، برونو يا حكم. اوكي عطها زاها، الحكم يسوق حكم يسوقها زوه يا مجنون، يقلع شكل السلكه، بس يقلع شكل السلكه كيف انقطعت. بوتمان تدخلك متاخر. اوكي نابولي الصراحه تغيروا الشوط الثاني، نابولي نابولي تغيروا. برونو كيمبمبي يا عيال، والله مرجله والله مرجله، بس احس انه تعبنا شوي، اللياقه لك عليها شوي. زاها حلو 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 يا رجال، حلو يا رجال. كانتي صعبه صعبه اذا كنت تركض زي كذا. برونو تكفى، يبيلي يبيلي تبديلات وتنشيط الوسط والدفاع وكل شيء يا عمري يا برونو. اوكي تكفى
طبعا رجعت انا ليش؟ لان اتسلل. زاها ثاني مرة. اوكي زاها. اسحاق. اسحاقي. يا عمري يا رجال يا عمري. والله هذا يسمونه القتال يا عيال. القتال. واحد يتزحرق بعدين يعطي اسيست بعدين يناول. ايش خلاص هذا الطقم طقم الابطال، بصير البسه بالابطال. ايش دخل الطقم بالموضوع؟ والله ما ادري بس جتني فكره وحبيت اقولها يعني. شوف القتاليه يا عمري يا نيمار يا شيخ. هو دينامو الفريق، دينامو الفريق نيمار. تنشيط تنشيط. بندخل كاما وبندخل مرابط برضو، بعدين نسوي زي كذا معليش، وندخل هنا مين؟ ندخل هنا كانتي نرجعه، وهذا هنا، ونسحب اسحاق وندخل ويلسون. تبديلات بس تنشيطيه للفريق. لا تدق يا بزر، حسبي الله عليك. خلي التبديلات تصير يا حمار. سامويل تشكويزي المباراة الجاية اساسي خلاص. زها. او ماي جاد او ماي جاد. تدمير نابولي، تدمير نابولي. يا عيال ما راح ارحم ولا اشفق. يا عيال هذا ويلفرد زها، انا واثق فيه. شوفوا كيف الهدف، هدف واسيست لك يا زها يا اسطورتي. تقييمكم للاهداف في حلقة اليوم كلها 10 من 10 الحمد لله. شوف زها يا عمري. يهو يا زها. خلهم خلهم على الصفر. اي اوكي زها زها وقف. اوكي والله زها رايق. اوكي يا اخوان الى ملعب نابولي راح العب المباراه طبعا احتياطا. والله تقريبا حسمناها من الذهاب يا عيال. ايش رايكم بالاداء؟ اداء واهداف وتكتيك وكل شيء مضبوط الصراحه مع نيوكاسل كويس. اجل في ناس بياخذون فرصتهم في هذه المباراه مثل تشكويزي مع انك تعبان بس راح تلعب. عندنا مرابط راح يلعب دال كانتي، وكامافينجا راح يلعب وسط هذه المره. خلاص انا متامل فيك الحين. انتو زها على الاطراف، نيمار واسحاق والعيال، مع انه في تعب الصراحه في التشكيله بس ما عليه ما عليه. في ارض نابولي نرفع الصعوبه كالعاده، لا حول ولا قوه الا بالله. فيني انسى انا. شوفوا اقول لكم يا من الحين، ان شاء الله ما في ريمونتادا لنابولي ان شاء الله، بس نلعب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. سجل ثلاثة اهداف في اخر ثلاثة. والله ما شفناها كفارة، ما غير في جيب كيمبيمبي اقسم بالله. يلا يا عيال نبغى نفس الجدية اللي في مباراة الذهاب، نعتبر النتيجة صفر. روبرتسون ما يمر من عندك. اي اي روبرتسون اي روبرتسون اي رجال والله. اوكي زاها زاها. ووو عطيه عطيه يا عمري يا زاها. كامافينجا حلو. طقطق الوضع طقطق الوضع يا عيال. عبد الله توك تقول جديه صحي والله توني اقول جديه، قلت اخشيك بتسوي مهارات. يو يا كامافينجا يو يا كامافينجا يا عمري يا تريبيير. خطيره كفاره. يس اوكي والله يا عيال كفاره في جيب كيمبيمبي. انا قايل لكم انا قايل لكم. سامويل متسلل متسلل يا اسحاق. تعبتني يا اسحاق انت، ايش فيك؟ لا 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 بوب. يا ساتر يا بوب يا بوب يا بوب. عشان كذا اقول لكم بوب عمود من اعمده المشروع. شفتوا يا عمري يا بوب يا شيخ. اوكي اطلع اطلع انشبلهم في حلقهم حتى بالركنيه. اي يا شيخ اي يا بوب. يا هل كل لاعب اهم من الثاني اقسم بالله في ذا الفريق. السلسله هذه السلسله هذه فيها فيها كميه رجوله. فعلت ضغط طبعا شوي بس. ايوه ايوه لا 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 الحمد لله بوتسمان. يا عيال يا عيال في رجوله في رجوله. اوكي اوه جميله اوه 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 بوب. يا عيال صراحه نابولي ضاغطني بس في مرجله شوي في الملعب. هذا فاضي يا روبرتسون يا عمري يا شيخ. نسحف نسحف. روبرتسون نجم اللقاء، روبرتسون نجم اللقاء يا عيال. ذا دفاعيا مره ممتاز روبرتسون. اوكي اوكي يا عيال انا نسيت بوب. بوب هو نجم اللقاء. والله نسيت بوب. اوكي يا نيمو روح اسحاق اطلع معاي اطلع معاي. كامافينجا كامافينجا يا الله يا شيخ. مرتده يا ربي كفاره. بوتمان والله في مرجله في ذا المباراه في ذا المباراه في السلسله كلها يا شيخ. اوكي نيمار مرابط ردها له. اي والله في مرجله يا عيال اقلع من الحماس. خطيره خلهم على الصفر يا روبرتسون. روبرتسون ولا ببرج المباراه صراحه انا احترت، بس تقريبا بوب هو اللي متفوق. خطيره الكوره روبرتسون. واو يا عيال مان اوف ذا ماتش روبرتسون ولا بوب صراحه احترت انا. يا ساتر. اه روبرتسون اه روبرتسون. اوكي روبرتسون ولا ببرج المباراه والله ما ادري. صفر صفر انهيناها يا اخوان من مباراه الذهاب والرجوله في مباراه الاياب يا عمري. يا الله يا رب بايرن السيتي. نبغى نبغى فريق نبغى فريق سوبر، نبغى فريق يخلي الحلقه الجايه فيها انفجار.